بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر القنوات السعودية الرياضية والعربية والخليجية، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير، أحييكم بأجمل وأطيب تحية، تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا، من على أرضية هذا الميدان من الطائف، ثاني أيامنا من ضمن هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوب الجميع، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. انطلق رابع أشواطنا في هذا المساء الجميل للقعدان المفاريد، مقدمة الشوط المركز الأول شعار محمد بن حمد بن جار الله المري يقدم لنا العاصوف يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل السنافي بطشار بن صالح اليوم يتقدم، بينما المركز الثالث وصل ناصي حمد بن راشد بن حمد آل بريص المري من يتسلل إلى المركز الأول، بينما المركز الرابع مرحبا يا بن قبعان يقدم لنا الصداوي عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري، المركز الخامس مرحبا يا الحمودي، مرحبا يا الحمودي القادم مع محفل محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمودي، ولكن العودة وين؟ العودة إلى صدارة هذا الشوط. ناصي 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 من نصب الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وصل علي بن محمد بن براك الزبدان المري يقدم الجاير جاير على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصل الرباعي مع شهير عباسي بن مفلح الرباعي، والقدوم من شعار هادي بن مسلم بن هادي العامر يقدم المتحدة، والمجازف بن زيت القادم مع مشعل، ولكن العودة إلى ناصي إلى ناصي إلى شعر حمد بن راشد بن حمد آل براس المري، انطلق للنماس انطلق للانتصار، ولكن جاير جاير على المركز الثاني، وأيضا المتحد المتحد وجاير وناصي يا يا آخر الأمتار، جاير غير جاير تسلل بشعر علي بن محمد بن براك الزبدان المري مع جاير منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط، تهانينا ونوماس. المركز الثاني المتحد هادي بن مسر بن هادي العامر، المركز الثالث ناصي شعار حمد بن راشد بن حمد آل بريص المري، المركز الثالث شعاري بن زيتون محمد بن عتيق بن زيتون المهيري حضر على المستوى، المركز الرابع مع مشعل، والمركز الخامس شعاري بن سبعان حضر على المركز الخامس. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، شوط مثير وكان من نصيب جاير علي بن محمد بن براك الزبدان المري منتزعا وخاطفا نوماس هذا الشوط، والتوقيت 3:09 و25 جزءا من الثاني، هكذا توقيت جاير بشعر علي بن محمد بن براك الزبدان.